من الأمم المتحدة، حيث ألقى خطابا تاريخيا أسمع خلاله العالم صوت الشعب الفلسطيني، عاد الرئيس محمود عباس إلى رام الله حيث استقبله مد بشري صفق له بحرارة. ومن هنا أكد أبو مازن أن المسيرة الدبلوماسية بدأت وأمامنا شوط طويل، كما قال، رابطا بين العودة إلى المفاوضات ووقف الاستيطان. نحن أكدنا للجميع أننا نريد أن نصل إلى حقوقنا بالطرق السلمية بالمفاوضات، ولكن ليس أي مفاوضات، لن نقبل إلا أن تكون الشرعية أرضية وأن يوقف الاستيطان بشكل كامل. وكان عباس وفور وصوله إلى رام الله توجه إلى ضريح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، حيث وضع إكليلا من الزهر.